كريمه دابا قلتي حنا ضربتي لنا داكشي اللي درنا حنا كله في زيرو. شتي ضربتو لك في الزيرو؟ وقتكم كان ساهل. ساهل. شكون كان معاك؟ بنتي انت؟ بنتي ولدي هذا ماشي بنتي. تاش من بنتي انا رديتيني دروكا بنتك؟ لا. عندكم عقده ديال لي جون. وصافا فاتي جمال، واش حنا غنبقاو السؤال هنا والسؤال ليه؟ وسمحي لي يا فاتي جمالي، انا ما جبتكش انا اصلا، انا جايبك المخرج. غتسمحوا لي؟ انت مذيع انت. حيد 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 كاع حكار عليك بابا. الخبط والله يدير خبط بالله، حق الله العظيم الا الخبط صافي. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عطيني فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خلوا لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وبالرجاء الخوت شويه ديال التفاعل. راه كنشوف بان التفاعل في رمضان نزل بزاف بزاف، كنلوح لكم فيديو يوميا ولكن ما كنلقاش التفاعل الخوت. بالرجاء الخوت الى ما تفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط. يلا نبداو. درنا شويه منا شويه منا شويه منا وشويه منا. فقنا الصباح بكري، مشينا للمارشي، تقدينا خضيره كما كتشوفوا معايا في الفيديو، جبناها، تعاونوا معنا الدراري ستفناها. وهنا كانت المفاجاه، اليوم الخضره فابور، جات الخضره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد هنا بدات كتفهم الناس بلي راه الخضره بصح فابور. الحمد لله الناس تفهمت الامر، كل واحد حتى داكشي اللي غيحتاج ليه ديال الخضيره باش كلشي يستافد وبصحتكم. ومن بعد فاش سالينا شطبنا البلاصه لان الخضره فابور. وبغيت نشكر كاع الناس اللي كتخلي كومونتيرات زوينين واللي كدعمنا، شكرا بزاف. تبارك عليكم والله الا تبارك الله عليكم الدراري. ما عندي ما نقول صراحه الله، بهذا الغلاء وهذا الشوا اللي كاين والله الا هادي باديره زوينه، والدراري تبارك الله عليكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم الخوت. ما عندي ما نقول، برافو عليكم. الرجوله ديال الصح والتواضع اخويا، التواضع. تبارك الله الدراري ديالنا اللعابه ديالنا كلهم تواضعين كلهم، تبارك الله عليكم، فرحتونا الله يفرحكم يا سيدي يا ربي. فترة رمضان هذا قبل المونديال عصي صافي مشى لتركيا كلشي، اليوم انكوغ السباع غيحترموهم وكي كي كي كيبغيو هادشي الدراري. مي غنشوفو، ما عرفش دابا كنفكر ربحنا البرازيل بحال اللي انا في الحلم، عرفتي كنلعبو مع البرازيل. دابا تسمى ربحتي البرازيل وياه، شنو هي تربح البرازيل؟ بروميي في كلاسمون فيفا، حنا كنحلمو لو بي دو فوتبول مع رمضان، فهمتي؟ صلوا التراويح دابا بعدا تعطلنا باش نعرفوا واش بصح ولا لا. لا الحمد لله دابا خصنا نفرحوا، مي لا لو شومان لي لون فو با سونفلامي، خصنا نبقاو في لوميليتي. بحال المشكل ديالي ملي كنهضر كنقول بغينا نديو الكوب دافريك، كيقولوا في الفهمات يرد البال، بقي ما بقيتش عارف انا. دوك حنا لا بالرجوله ان شاء الله خاصنا نديو كوب دافريك، ما كاينش المزاح. ان شاء الله هاد المره الجايه خصنا ضروري نديوها، الا ما ديناها بحال ما درنا والو، خصنا ضروري نديوها ان شاء الله بحول الله الى طول العمر. عيان عيان عيان. هادي مالها هادي؟ مالها مش اللي خوجها بحال هكا؟ ما فهمت والو من هاد الفيديو هذا. ما عندوش كتضحك ولا كتبكي؟ ما فهمتش. كيضحكوا على عباد الله وصافي. اشرف حكيمي اليوم سيتي دو 50-50، الى دي ما نقدرش ما نلعبش في بلادي، ما نقدرش بعدا نلعب 30 دقائق اي ابري سي ديفيسيل بور ما، باسكو من بعد نتوما ولات بليسا ولا ماشي في مستوى غتقولوا دخل بليسي. بحال شوفوا كيفاش كيصيدوني، كيدخلوا كيكونوا في مستوى واخا بليسي. بارك الله والله الا ما عندي ما نقول. اشرف حكيمي واخا هادشي اللي داز عليه كله مسكين لعب مزيان، الا رديتو معايا البال منين خرج راه بلاصتو بقات باينه قداش ناهيه والله العظيم. لا انا توعدت في بدايه ديال الماتش فاش في كوتي الدراوي مسكين ديال الكره، كنقول انا ما عرفتش مالو مارس، مي فاش نكون فاش تشوف التيران عامر الشعب كامل يتفرج فيك، جمهور دي بلاصه حتى لطنجه باش يتفرج فينا، التيران كان عامر دار واحد شي فلان خو رغم الاصابه خويا مضروب واخا هكاك لعب الماتش. الله ما عندي ما نتسال وحق الله باش تما تعرف بان الروح الوطنيه والروح القتاليه ديال اللعابه. تبارك الله عليكم والله الا عرفت خويا، يعني تتنسى لا بليسيغ تتبغي تلعب تتبغي بليسي ولا تبارك الله. اليوم الحمد لله دازت الامور مزيانه، على منين كمل الماتش كيبان ليا ديال العكاز مسكين، كان الماتش غادي يكون صعيب، مي الحمد لله ربحنا دابا، فنفرحوا مع الشعب ديالنا من الغوتور ديال لا كوب دي موند.
دونك فوالا اليوم غنفرحوا مزيان وراه غادي نمشيو لمدريد باش نكملوا داكشي اللي بدينا ان شاء الله. ان شاء الله تربحوا في هذا الماتش الجاي ان شاء الله. يا اللي ثبيتوا المراركه كشما نهار سمعتوا جزائر خويا الله يرحم لك الوالدين. انا غير هذه الكلمه ديال المراركه ما تنبغيهاش. حنا ماشي مروك، حنا مغاربه، حنا مغاربه. الله يرحم لك الوالدين ما باقيش تقول المراركه، قول المغاربه. حنا ماشي مروك، حنا مغاربه. الله يرحم الوالدين. ايري في المروك حقروه وضربوه. انا جامي سمعت باش تقول المراركه. انا جامي سمعت. انا درك وين كنت نصلي في التراويح مع من؟ كنت نصلي في التراويح مع من؟ كنت نصلي فيه مع المراركه، الامام المروكي واللي يصليو معايا كاع المراركه، ويديروا افطار جماعي ويفطروا الزواوله وكلش، الاكل النظيف والطاجين والعين والله الله، والطاجين الحلو والطاجين. ها اهل كرم الحمد لله، توجعك كي نهضروا الحقيقه. الجود والكرم كنرحبوا بكل شيء. واحد القضيه الخوت دابا مين تعزف النشيد الوطني كيبان لك الجمهور تبارك الله، وسبينا شي حد، عايرنا شي حد، ما هضرنا على حد، ما عايرنا حد، ما سبينا حد. حنا شعب واعي وذكي ومربي، سبينا حتى حد. ماشي بحالكم نتوما ديك المره بالكي مسبان المعيار وكذا كذا كذا، حنا ما غنزوش للمستوى ديالكم نهائيا. السلام عليكم، هذه واحد 2500 مره وانا كندير هذا الفيديو هذا باش يالله يصدق لي ويا ربي دابا يصدق. اللي بغيت نقول انه جزيل الشكر لكاع الناس اللي تفاعلوا اليوم في يوتيوب لايف ستريمينغ. الله يطلق صراحه مسكين، التواضع ديال اللاعب تبارك الله. انا نجي من صراحه التواضع ديال ولدنا تبارك الله. شوف انت أبو سنين، شوف جيز تبارك الله. مغربي وافتخر، افتخر بانك مغربي، افتخر بانك مغربي. محيح في التيران، شوف التنظيم كيدير، شوف كحلو عينكم علينا، كحلو عينيكم. تبارك الله، شوف هنا فين شقا بونو، ولكن من الاخر نقاد الموقف. الله عليك يا بونو، الله عليك يا بونو. واخا رغم كاع كلشي هذاك الشيء بونو كيبقى حارس كبير. فاش تماركا البيت ما تيقش، انا والله ما تيق فاش تماركا تنقولو واش بيتني ولا ما جي بيت. الجمهور كيفطر في التيران.
في هذا الماتش هذا التيران راه عامره بالدريات بزاف، كاينين الدريات في التيران بزاف اخويا. انا الخطوتنا لخرت الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، الا كنتم الابطال وبقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساوش تخليو ليا اشتراك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وبالرجل الخوت شويه ديال التفاعل راه كنشوف بان التفاعل قلال قلال بزاف بزاف بعض رمضان هذا. الله يحفظكم الخوت الى ما تفاعلوا مع الفيديو وخليوا ليا التعليق الزوينه ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الى كانت شي حاجه جديده توصلك تلول، وتهلاو فراسكم الخوت، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.